يعطيكم العافية سادس، إن شاء الله يا مس تكون أموركم تمام. اليوم يا حلوين رح نبدأ بوحدة جديدة بعنوان فلسطين عربية في صفحة 77، قصيدة حما فلسطين. اليوم يا مس بس رح نقرأ القصيدة ورح نقوم بقربة بيان بعض مفاهيمها ومعانيها. طبعا قصيدتنا نحفظ إنها للشاعر عبد الرحيم محمود. يقول الشاعر، طبعا نحفظ اسم الشاعر عبد الرحيم محمود. طبعا الشاعر عبد الرحيم محمود هو عبارة عن شاعر فلسطيني ولد في عام، طبعا نحفظ التعريف بالشاعر، ولد في عام 1913. إذا الشاعر عبد الرحيم محمود شاعر فلسطيني ولد في عام 1913. أين ولد؟ في مدينة طول كرم، في مدينة طول كرم. طبعا بماذا اشتهر الشاعر عبد الرحيم محمود؟ اشتهر بقصائده الوطنية. أين استشهد؟ في معركة الشجرة في فلسطين بحرب 48 بعام 1948. طيب نيجي نقرأ القصيدة. يقول الشاعر، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يقول الشاعر بأنه سوف يقاتل في سبيل الله وسيحمل روحه على راحته، اللي هي إيش راحة اليد؟ اللي هي باطن اليد، ويلقي فيها بها في مهاوي الردى، إنه سوف يلقي فيها في أماكن الهلاك. فأما أن يعيشوا حياة تسر الصديق أو أن يموتوا موتة تغيظ العدا، وهي المقصود فيها استشهادهم. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. بيحكي لنا إنه نفس الشريف، الإنسان اللي عنده الشريف إله غايتين، أما إنه ورود المنايا إنه يموت في سبيل الله تعالى، ونيل المنى اللي هي الشهادة في سبيل الله تعالى. ويقول إنه يدعي على نفسه أن لا يعيش إذا كان لا يخاف هيبته وأن يخاف على عرضه. أرى مصرعي دون حق الصليب ودون بلادي هو المبتغى. يقول إنه إذا بده يعيش بدون حقه وبدون بلاده، يرى مصرعه المقصود في الموت هو ما يريده إذا عاش دون بلاده ودون حقه. لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. هنا يقول أن من يريد أن يموت موتة شريفة فليطلب الجهاد في سبيل الله تعالى. فكيف اصطباري لكيد الحقود، وكيف احتمالي لسوم الأذى. يقول كيف يستطيع أو كيف سيصبر على الكيد الحاقدين، وكيف يتحمل مشقة الظلم والأذى منهم. بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى. يقول بأنه سوف يرمي وجوه العداة وسوف يحاربهم، فقلبه كالحديد وناره مشتعلة. وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى. وأنه سوف يحمي عرضه وماله وشرفه بحد الحسام اللي هو عنا السيف، فيعلم قومه بأنه الفتى الذي لا يخاف. إن شاء الله يا مس رح نأخذ الحصة الجاية المعجم والدلالة والفهم والاستيعاب. بشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية.